في 96 بديت المشروع هذا، خممت ورحت لأوروبا، حوست وشفت الأخرين كيفاش يخدموا لي ميزودوت وكيفاش كذا كذا. من بعد بديت لهنا، كانوا عندي زوج ديار وكوزينة صغيرة، رممتهم عاودت لهم التعميم، خدمتهم لروحي. من بعد بديت استدير الناس يتعرفوا بيا بالعقل برك، ساعة تجيوني خمسة، ساعة يجيوني ستة، ساعة كذا. المنطقة هذه كان ما فيهاش دي زوتيل، كانوا الناس اللي جا المنطقة اللي نتاعو في بلدية راسي راه ظاهر تكوت ولاية باتنا، يجيو يحوسوا يجيو لهنا عندي باتو ونطيب لهم ندير لهم كي الشغل. كيجيو عندي كي الشغل جاو عندي ضياف للدار، نروح باش نحوس على خدمة، يقولوا لي أنت كبير وكذا والآخر في المارك راه كبير وكذا، ما يلزمني لا أنا ندور هذا الشهادة نتاع لا ميزودوت. هيا بديت نخدم بالعقل بالعقل، ولاو يعرفوني الناس ولاو كذا يعرفوني الناس، وبديت ندير انا التوسيع مادام الاخر، بديت نوسع شويه كل خطره نزيد نبني شويه كل خطره نزيد نبني شويه، اذا خدمت شويه جبت شويه دراهمات نعاود نبنيهم نخدمهم. واللي يجي عندي اللي عنده دراهم ياكل، اللي ما عندوش دراهم ياكل، اللي ما عندوش يبات يبات، المهم احنا رانا نعاونوا في البلاد. راني نكمل المشروع، راني نكمل وباش نستقبل الزوار اكثر من هكذا. ورانا نجريو كل يوم، راني نخدم انا ثاني، راني نكمل في التوسيع اللي هنا في الدار راني نبني فيها، وهذه هي انا دور نجيبو منا نخدمو هنا، ماشي رايحين نكنزو خطره رانا نربي المال، لا منا باش نجيب انا الخدامه ياكلوا حتى هما يديو شويه مصروف.